السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم جديد في قناتنا. في هذا الفيديو راح نتحدث على موضوع مهم جدا، وهو كيف ان الجزائر ستصدر بعض الأسلحة الى روسيا. هذا صحيح خاوتي اخوتتي. قبل ما ننتقل الى تفاصيل هذا الموضوع، ما تنسوش ارجوكم تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب وتشاركونا رايكم في التعليقات، هذا راح يدعمنا بزاف. بخصوص هذا الموضوع خاوتي، كما تعرفوا هنالك امور سريه كبيره تجرى دائما بين الجزائر وروسيا، خصوصا بعد محاولات القرصنه من طرف الكيان الصهيوني والمخزن الاخيره. وايضا كما تعلمون، عندما تكون هنالك الدوله في الحرب ومهما كانت قوتها، ستحتاج دائما الى الدعم، سواء دعم عن طريق الذخيره او دعم عن طريق بعض الاسلحه الاخرى. انا لا اقول ان روسيا تحتاج الى اسلحة الجزائر المتطورة، وانما تريد فقط بعضا من اسلحتها. وايضا الجزائر لبت هذا الطلب لروسيا وقامت باعادة تصدير بعض الذخائر وايضا بعض اسلحتها مثل الدبابات الى روسيا. هذا الامر الذي جعل امريكا غاضبة في الحقيقة، وليست امريكا لم تغضب من الجزائر بسبب شرائها للاسلحة من روسيا، وانما لاعادة تصديرها للاسلحة الى روسيا. فكما تعلمون، ما زالت بعض الدول الاوروبية تشتري بعض الامور من روسيا، ولم تغضب منها امريكا، بل بالعكس روسيا اشترطت على بعض الدول الاوروبية شراء غازها بالروبل، وهذا ما الذي فعلته روسيا المانيا بالضبط. امتثلت لاوامر روسيا وقامت بشراء الغاز من روسيا بالروبل. واذا كانت امريكا تقول للجزائر انت تدعمين روسيا باعطائها للنقود لشراء المزيد من الاسلحة، لماذا لم تعاقب المانيا ايضا؟ طبعا ليس ذلك هو السبب الحقيقي، وانما كما قلت لكم الجزائر تقوم بتصدير الاسلحة الى روسيا. وايضا كانت هنالك اتفاقية بين الجزائر وروسيا للتكتم على صفقات بيع الاسلحة، حيث اكد شركة روس أوزبورن إكسبورت التي تدير غالبيتها الصادرات الروسية من الأسلحة أنتوني إسكالين في حوار مع صحيفة كوميناست الروسية، عندما سئل من طرف صحفي حول وضعية سوق الأسلحة مع الجزائر بعد تسجيل ارتفاع للمبادلات الروسية الجزائرية، أن روسيا والجزائر اتفقتا على أن تحيط كل فيما يخص توريد العتاد العسكري وصيانته بستار من السرية، وهذا بسبب تلصص أو تجسس إسرائيل على هذا النوع من الصفقات. فكما تعلمون، وبوقت ليس ببعيد جدا، وربما البارحة فقط أو لا قبل البارحة، كانت إسرائيل تريد قرصنة وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أنها لم تفلح في الأمر. فما رأيكم خواتي وخوتي في هذا الموضوع؟ وهل ترون أن الأمر منطقي؟ أرجوكم أخبرونا رأيكم في التعليقات. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب، وأيضا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لكي تصلكم كل فيديوهاتنا. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.